مساكم الله بالخير مشاهدين قناة بيونة وين ما كنتوا. حضور مهرجان ليوة للرطب، مرحبا فيكم في آخر أيام المهرجان اللي كان حافل طبعا بالأنشطة والفعاليات التراثية والمنافسات والربح الكثير. اليوم ولأن اليوم الختامي إن شاء الله بيكون ويانا معلومات قيمة وأكثر رابحين إن شاء الله، وبتقضوا معانا وقت ممتع وطيب ومفيد. جوائزنا مقدمة اليوم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وأيضا شركة فيرتل أحدى شركات مجموعة أدنوك وشرطة بوظبي قسم دوريات الطرق الرئيسية في المنطقة الغربية ومركز تدوير في بوظبي. واليوم تنضم ويانا شركة أبوظبي للتوزيع. جمهورنا نبغي صفقة حق المتسابقين، يستاهلون، يعطيكم العافية. نتعرف بالاسم الكريم، وقبل ما نتعرف عليك بنتعرف على علي المنصوري اللي رافقني دائما وبشكل يومي ما شاء الله في آخر أيام مهرجان. مرحبا فيك يا علي. مستانس ويانا يا علي؟ نعم إن شاء الله دوم مستانس. نتعرف بالاسم الكريم. أحمد الحمادي. أحمد الحمادي. نعم. أحمد من وين جاينا؟ من المرفأ. من المرفأ. نعم. والنعم فيك يا أحمد. نعم. نتعرف بالاسم الكريم. معك أحمد المروي من دبي. بشاب من دبي، والنعم. نعم. فيك يا أبو شاب. تعرف بالاسم الكريم. محمد مبارك الجابري. محمد مبارك الجابري. والنعم. نعم. فيك يا محمد. من وين جاينا؟ من العين. من العين. نعم. يا مرحبا. تعرف باسمك؟ يوسف البادي. يوسف البادي. البادي، والنعم فيك يا يوسف. يوسف من وين جاينا؟ من سلطنة عمان. ما شاء الله صار عندنا بشكل يومي تقريبا حد يشارك في سلطنة عمان، وزوارنا من السلطنة يا مرحبا بهم طبعا، منورين دائما في ويانا هني. نتعرف بالاسم الكريم. سيف يوسف الحمادي. سيف يوسف الحمادي. نعم. والنعم فيك يا سيف. سيف من وين جاينا؟ من المرفأ. من المرفأ. نعم. ما شاء الله يعطيك العافية يا سيف. الله يعافيك. أحمد لو ما عليك أمر تسحب لنا ظرف من الظروف الموجودة قدامك. نشوف اليوم حظ أحمد. أحمد ما شاء الله هادي وشي مش حركي. نبغي سؤالك رقم 74 يا أحمد، يقول شو هو مفرد الرطب؟ شو هو مفرد الرطب؟ وعندك 30 ثانية. تبغي خيارات ولا ما تبغي؟ لازم خيارات. نعطيك خيارات؟ تستاهل خيارات. رطبة ولا رطيبة؟ وعندك 30 ثانية. شو تقولون يا جمهور؟ رطبة ولا رطيبة؟ رطبة ولا رطيبة؟ رطبة. مو بالرطبة تقول يعني إن شيء رطب ولا، ولكن رطيبة يعني. عرفتوا ولا الجواب؟ محمد شو تقول؟ رطبة. 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 رقم واحد. نعم. متأكد؟ شو تقول أحمد؟ رقم واحد. رقم واحد؟ نعم. بس يمكن غلط إجابتهم يا أحمد. أنا مع الجمهور. متأكد؟ نعم. شو تقول بشاب؟ لولا رطبة مش رطيبة. لا رطيبة. الرطبة يعني الشيء رطبة أتوقع أو شيء كذي. رطيبة. زين شو جمع شو جمع الرطب؟ بالعامية. رطب. رطب. رطيبات. صح؟ نعم. زين ومفردها؟ رطيبة. رطيبة. متأكد؟ إن شاء الله. ها أبو شاب، الأولى ولا الثانية الحين؟ إن شاء الله. الثانية ولا الأولى؟ رطبة ولا رطيبة؟ الثانية. رطيبة؟ إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. إذن إجابتك صحيحة، وألف مبروك، تستاهل 1000 درهم مقدمة من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية. هذه 1000 مقدمة من لجنة إدارة المهرجانات. يعطيك العافية. شكرا. يا أحمد. يعطيك العافية يا أحمد. نروح للجمهور. الجمهور مستعدين؟ نبغيكم تفيدونا بالمعلومات الطيبة والتراثية وتربحوا إن شاء الله ويانا. علي سحب لنا ظرف من الظروف الموجودة. مشكور يا علي. سؤال رقم 21. ما شاء الله. منو بيشارك ويانا؟ تعال حياك. حياك الله. أعطى المايك يا علي وتفضل وقف عند آل حمد. تعرف بالاسم الكريم. صالح محمود الرشيدي. صالح سؤالك يقول رقم 21،
اذكر ثلاث منتجات تراثية تصنع من سعف النخيل. ثلاث منتجات تراثية تصنع من سعف النخيل، اذكر لي ثلاث. العريش. زين. والحبل. وشو؟ الحبل. غير. و هذا مال الخرافة. شو اسمها؟ الخرافة مال التمر. الخرافة وغير. والعريش والحبل. وال؟ الحبل. والحبل. متأكد؟ نعم. في عندك بعد مغرافة، وفي شو؟ العريش قلنا، والمشبه. والجفير. شو بعد؟ صرود، ما شاء الله، يعطيكم العافية. إذا فزتوا ويانا بجائزة قيمة مقدمة من تدوير، يعطيك العافية يا صالح. شكراً لمشاركتك. تعالي حيات. الاسم الكريم مريم. ونعم فيك يا مريم. مريم، سؤالك رقم 34. خبرينا مريم، وين جايت لنا؟ من ليوة. من هالليوة. والنعم فيك يا مريم. شو رايك في المهرجان مريم؟ والله مهرجان حلو، يعني في فعاليات. زرتي السوق الشعبي؟ هي زرته. شو رايك فيه؟ صراحه يعني في وايد اشياء حلوه، يعني يمكن حتى الزوار يعطيك العافيه. تعرفين المزناج يا مريم؟ لا ما تعرفينه. انزين، ما هو المزناج؟ نوع من انواع الحمضيات، ولا نوع من انواع الرطب، ولا نوع من انواع الحلويات؟ 30 ثانيه. وجمهورنا ما شاء الله ما يقصرون هنا. المزناج شو هو؟ نوع من انواع الحمضيات يا ابو شهاب، ولا نوع من انواع الرطب، ولا نوع من انواع الحلويات؟ شو تقولين يا مريم؟ نوع من انواع الرطب. نوع من انواع الرطب؟ ايه. بس انا مش وياهم. ليش؟ انا مش وياهم. انت وياهم؟ ايه وياهم. وياهم؟ يعطيك العافيه، وفعلا اجابتك صحيحه. جائزتك مقدمه من قسم دوريات الطرق الرئيسيه في المنطقه الغربيه، ويعطيك العافيه يا مريم. اعطى هديتها يا علي. مشكوره، حياك الله. يلا يا جمهور، بعد في سؤال مقدم لكم ان شاء الله، ونبغيكم تشاركونا كلنا. حياك الله، تعال. حياك. تسحب لنا سؤال يا علي. مرحبا الساعة، الله حيه. تعطي المايك. تعرف جابر المنهالي. والنعم فيك يا جابر. مالك زود. يستاهل صفقة جابر، يستاهل. ما شاء الله دائما موجود ويانا هني. يعطيك العافية جابر. سؤالك رقم 94. وقبل لا نروح للسؤال، نشوفك دائما متواجد هني يا جابر، خبرنا شو الشيء المميز في هذا المهرجان؟ المهرجان طيب الحمد لله، وطول عمر شيوخنا. امين. عرفت، وكل شيء طيب فيه الحمد لله. فعلا، ويكفي التجمع هذا اللي يجمعنا دائما. اي والله، الحمد لله. طول عمرك يا جابر. جابر، سؤالك رقم 94 يقول شيء مصنوع من سعف النخيل. شيء مصنوع من سعف النخيل يستخدم كمفراش للطعام، فما هو؟ الحصير. جرود ولا سرود ولا خصف؟ خصف. وعندك 30 ثانية. سرود. سرود؟ أكيد. متأكد يا المنهالي؟ إن شاء الله. ما ظنك جرود؟ لا، سرود. سرود. وشاب شو تقول؟ سرود؟ يحطون شو يحطون فيه؟ يعطيك العافية. إذن إجابتك صحيحة يا المنهالي. شكراً شكراً. وشركة أبو ظبي للتوزيع تقدم لك 1000 درهم كوبون مشتريات، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. خلونا وياكم نروح الفاصل بسيط، وبعدين نرجع لكم مرة ثانية. ما
مرحبا سائر مشاهدينا، ورجعنا لكم من جديد من بعد هذا الفاصل، مستمرين في آخر حلقة من مسابقة واحد ليوا، ونتعرف على المتسابق اللي ويانا. معك أخوك أحمد المروي. والنعم فيك يا أحمد. أحمد وين جاينا؟ جايكم من دبي. طلع من دبي. والنعم فيكم يا أهل دبي، منورين. تسحب لنا ظرف لو ما عليك كاميرا يا أحمد. نشوف حظك إن شاء الله. شو اليوم يا أبو شاب؟ رقم السؤال، رقم سؤالك 80. رقم سؤالك 80. شو المعلومات يا أبو شاب؟ كيف معلوماتك العامة؟ والله أنا معلوماتي إلكترونية أكثر شيء صراحة. والتراثية؟ التراثية الوسط الحمد لله. وسط طيبة. طيبة نعم. يعطيك العافية أبو شاب. أبو شاب سؤالك يقول: المثل يقول الشيص في الغبة حلو، فما هو الشيص؟ هو الخلال الذي لم يسقط وهو في البدء لم يلقح جيدا، أو نوع من أنواع المثل يقول الشيص في الغبة حلو، فما هو الشيص؟ هو الخلال الذي لم يسقط وهو في البدء لم يلقح جيدا، أو نوع من أنواع السلال لجمع التمور، أو التمر من النوع الغالي. وعندك 30 ثانية وتوكل على الله. الخلال، الخلال اللي لم تسقط. هو الخلال الذي لم يسقط. لم يسقط. وشاب صحيح؟ انتوا تغششونا، تغششونا. معلوماتكم الله انهن. له واثقين معلوماتكم ولا؟ يعطيكم العافية. واحد اكيد هو يوسف. شو تقول؟ الإجابة رقم واحد. رقم واحد؟ أنت تسمع من الجمهور بس لأنه واحد ولا؟ متأكد من أنت عرفته ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. اللي هو الخلال الذي لم يسقط. جائزتك 1000 درهم مقدمة من شركة فيرتل، أحدى شركات مجموعة أدنك. يعطيك العافية. الله يعافيك. هذه 1000. إجابتك صحيحة. شكرا لك. نرجع للجمهور طبعا، وعلي بيسحب لنا ظرف، ومنو بيشارك ويانا؟ بالك طيب. حياك الله، تفضل. حياك ان شاء الله. بالك طيب. لا اف عليك، ما عليه، ويانا جوائز كثيره ان شاء الله اليوم. علي تعطي المايك، تسحب لنا ظرف من الظروف الموجوده. نتعرف بالاسم الكريم. اسمي خالد علي العطيفي، مقيم في الامارات في ليوا. يا مرحبا الساعة فيك، وهلا وسهلا فيك يا خالد. مرحبا. خالد سؤالك رقمه كم؟ سؤالك رقمه 69. خالد شو رايك في المهرجان؟ رائع جدا. من الناس اللي دائما تكون متواجد في المهرجان؟ طبعا طبعا، مؤسسين مهرجان من اول دامة. سنه له. نعم. يعطيك العافيه. شو الاختلافات اللي شفتها في المهرجان؟ ما شاء الله كل سنه بتطور عن اول، يعني في شغلات جديده، في شغلات حلوه. حلو. سؤالك يقول دخول الأصفري هو دخول فصل الصيف أو القيض، يعني الصيف. الصيف يا جماعة الخير. نعم الصيف القيض. أعطوا معلومات جيدة أبو شاب، أعطى معلومات جيدة. دخول الأصفري هو دخول فصل الصيف. شو الصيف؟ شو عندنا نحن؟ شو عندنا الفصول؟ كم فصل عندنا؟ 4 فصول. أذكر لي إياهم. الشتاء، الربيع، الخريف، الصيف. الشيء اللي يطيح من الورق شو؟ خريف. الخريف؟ نعم. متأكد؟ أكيد. عند طلوع شو؟ نجم شو؟ نجم سهيل. نجم سهيل؟ متأكد؟ يعطيك العافية وإجابتك صحيحة. شكراً يا مرحبا. ربحت ويانا 1000 درهم مقدم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية. يعطيك العافية. شكراً لك. الله يحفظك. عندكم سؤال بعد ثاني؟ وتستاهلون، وإن شاء الله كلكم بتكونون ربحانين. حياك الله، تفضلوا يا يعني. نتعرف بالاسم الكريم. عبد الله المرزوقي. عبد الله المرزوقي. عبد الله المرزوقي، والنعم فيك يا عبد الله. عبد الله سؤالك رقم 85، نتعرف بعد على هذا الشاب الصغير. شو اسمك؟ علي. علي، والنعم فيك يا علي. علي أبوك بيشارك في المسابقة، بتغششه؟ لا. زين، لا ما عليك، الجمهور بيساعدك ان شاء الله. شو رايك في المهرجان يا عبد الله؟ المهرجان ما شاء الله كل سنه احسن عن السنه اللي قبلها. حلو الحمد لله، وكل سنه موجودين احنا. طول 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 عمرك.
فعلا المهرجان كل سنه وكل موسم يختلف عن الموسم اللي قبله، وفعلا نتفاجأ في امور اضافيه يعني كثيره. سؤالك يقول تعرف الخصف ولا ما تعرفه؟ الخصف تعرفه؟ الخصف صناعه الخصف من الصناعات الاماراتيه التراثيه، فما هو الخصف؟ عندك 30 ثانيه. خيارات نوع من انواع الجلود، ولا هو الاناء الذي تحتفظ فيه التمور او تحفظ فيه التمور، ولا نوع من الملابس؟ الثاني. الثاني شو يقول؟ شو اللي جابه؟ الثاني بس سمعت الثاني وعلى طول الثاني. ها نحن في موسم التمور. شو يقول ولد؟ شو يقول؟ من نخلة. شو تقول انت؟ رقم اثنين. شو؟ اثنين. اثنين؟ توك ما بتغشش ابوك. قول له واحد. قول له واحد. انت تستاهل، ولدك يستاهل. مشكور. هو فعلا اجابتك هو الاناء الذي تحتفظ فيه التمور، وجائزتك ايباد مقدم من لجنه اداره المهرجانات والبرامج الثقافيه لولد علي. يستاهل. والتراثيه حق الولد. هاي يستاهل. يعطيك العافيه. شكرا على حضورك. شكرا. وعندنا ايضا سؤال بعد للجمهور قبل ما اروح للمتسابق. منو بيشارك ويانا؟ ما شاء الله. في والله ما شاء الله فالكم طيب كلكم ان شاء الله فالكم طيب. يعطيك العافيه. اعطى المايك يا علي. الاسم الكريم سالم صبح البادي. سؤالك رقمه 87. سالم اول مره تجي المهرجان؟ اي نعم اول مره. اي نعم. كيف شفت المهرجان يا سالم؟ والله مهرجان صراحه شيء راجع، انا بهيج صراحه في بودي من زمان يجي في مهرجان، بصراحة مهرجان ما عليه كلام صراحة، ما مقصرين فيه الشباب. حلو، يعطيك العافية. إذا خلنا نروح للسؤال، وهذا السؤال بيت شعر، ودقيقة يا علي. سؤال بيت شعر يقول: طهي نضي لاب شوي وطبخ، مقات الضعافة وقوة السبيل. تعرفها منو هذا البيت؟ الماجدي بن ظاهر، ولا سالم الجمري، ولا حمد بو شهاب؟ المايدي بن ظاهر. حمد؟ حمد؟ المايدي بن ظاهر. حمد بو شهاب ولا منو؟ المايدي بن ظاهر. الماجدي بن ظاهر؟ عندك وقت تفكر ما شاء الله. حمد. حمد بو شهاب. حمد بو شهاب. مش حمد بو شهاب ولا الماجدي بن ظاهر؟ طهي نضي لاب شوي وطبخ، مقات الضعافة وقوة السبيل. الماجدي بن ظاهر ولا سالم الجمري ولا حمد بو شهاب؟ الماجدي بن ظاهر. مو بحمد بو شهاب يا بو شهاب؟ مو بنت كاتب القصيده؟ لا. يعطيك العافيه، وفعلا اجابتك صحيحه، هو الماجدي بن ظاهر. جائزتك 1000 درهم مقدمه من لجنه اداره المهرجانات والبرامج الثقافيه. يعطيك العافيه. المتسابق الموجود ويانا ونتعرف على اسم الكريم. محمد مبارك الجابري. محمد، والنعم فيك يا محمد. يا مرحبا. محمد من العين. اي نعم. والنعم فيها العين. اسحب لنا ظرف من الظروف الموجوده قدامك. سؤالك رقم 95 يا محمد. وشو رايك في المهرجان يا محمد؟ انا شفتك من امس ظني انت موجود. المهرجان طيب. هنا كيف شفت تفاعل الناس ويا الفعاليات الموجوده، المسابقات الموجوده في المهرجان؟ اوكي، في جماهير كثير و حلو. زوار وايد المهرجان. يعطيك العافيه يا محمد. وسؤالك يقول: شجره مباركه تسمى عمه الانسان، عمه الانسان، فما هي؟ التين ولا النخله ولا الزيتون؟ وعندك 30 ثانيه وتوكل على الله. التين ولا النخله ولا الزيتون؟ النخله. النخله؟ اي نعم. مش الزيتون؟ لا. ولا لان اسم المهرجان مهرجان لي ولا الرطب فشيء يخص النخله؟ كله نخل. النخله تقولون؟ هب النخله. ها الزيتون. الزيتون. الزيتون يقولون لك. النخله. النخله. اي نعم. مصر على النخله. اي نعم. عندك 6 ثواني فكر. النخله. ما تغير. ثبت على. اي نعم. زين. اذا اجابتك صحيحه، و1000 درهم مقدم من شركة فيرت الأحدى، شركات مجموعة أدنوك. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك يا محمد. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام
في هذه المسابقة، مسابقة واحة ليوة، وفي آخر يوم مستمتعين صراحة بالأجواء الطيبة هني. بس خلونا نروح الفاصل بسيط وبعدين نرجع لكم مرة ثانية ونستكمل وياكم باقي الحلقة. مستمرين وياكم مشاهدينا ومتابعينا على قناة بينونة من أرض الحدث مهرجان ليوة للرطب. الجمهور نبغي صفقة وتشجيع، يعطيكم العافية. زين، عندنا أيضا متسابقين، لكن قبل لا نروح للمتسابقين والجمهور نذكركم بالفائز في سؤال مشاهدين أمس، واللي كان السؤال أين يقع مسجد المريخي، إمارة الشارجة ولا خورفكان ولا جزيرة دلما؟ والجواب الصحيح كان جزيرة دلما. والفائز ويانا عبد الله سالم العامري. عبد الله سالم العامري وربح ويانا 2000 درهم مقدمة من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية. نرجع للجمهور وحياك، تعال حياك، تعال حياك الله. علي لو ما عليك أمر تسحب لنا ظرف من الظروف الموجودة، وعندنا ما شاء الله جوائز كثيرة. مشكور يا علي، يعطيك العافية. نتعرف بالاسم الكريم. سالم راشد سالم بن حميل المزروعي. والله والنعم يا سالم. سالم، قبل نروح سؤالك واللي هو رقم كم سؤالك؟ رقم 22. قبل نروح له بنروح لسؤال بسيط. خذ راحته. إنزين، وإذا جاوبت عليه ما بروح ل 22 وخذ الجائزة وتوكل على الله. زين؟ خير إن شاء الله. يقول لك، والسؤال من شركة أبو ظبي للتوزيع، كم عدد مراكز خدمة العملاء لدى شركة أبو ظبي للتوزيع في المنطقة الغربية؟ كم؟ أعطيك خيارات؟ أعطيك خيارات. زين، 6 ولا 10 ولا 8؟ كم؟ 6 ولا 10 ولا 8؟ 8. في السلع وفي دلمة وغياثي وكم بعد؟ ما شاء الله. سلع ودلمة وغياثي والرويش. زين. وبدع سوي. زين. وغياثي والمرفأ. يعني كم يطلع كله؟ 10. 10. لا وايد 10. وايد. كم خياراتك؟ رد الخيارات. 6 ولا 8 ولا 10؟ 6. 6؟ متأكد؟ نعم. إن شاء الله. أكيد 6؟ 6 إن شاء الله. يا سالم. مرة خذ راحتك. مو بثمانية؟ ما أدري. خذ راحتك، وترتني تراك. خليك ثابت على جوابك، شو جوابك؟ منو؟ 6. 6؟ أي نعم. متأكد؟ متأكد. خلاص؟ خلاص. مثبت؟ مثبت. مبروك، تستاهل فعلاً. هي وجائزتك كوبون عبارة عن كوبون 1000 درهم مشتريات من أبو ظبي للتوزيع، يعطيك العافية. شكراً لك يا سالم. سؤالكم رقم 22، ومنو بيشارك ويانا من الجمهور؟ وحياك الله، تفضل. حياك. يلا. عطى المايك يا علي، ونتعرف بالاسم الكريم. سيف جمع أحمد الجابري. سيف؟ جمع أحمد الجابري. والنعم فيك يا سيف، سيف من وين جاينا؟ والله من العين. من العين؟ هي. والنعم فيك يا سيف، والنعم في هالعين. الله حيك. سؤالك رقم 22 يقول: النخلة التي تنبت وسط الجذع تسمى شبروت ولا الصرم ولا كاروب؟ عندك 30 ثانية. كاروب. كاروب. متأكد. كاروب. متأكد؟ مرة. عندك 28 ثانية. كاروب مرة. ركز. كاروب. أكيد. أكيد مرة. شو تقولون يا جمهور؟ كاروب. هو هني يقولون غلط. يعني مش شبروت؟ لا، هب الشبروت. ها؟ زين، تشبيهها بالكربة أي نمت بصعوبة، وهي فعلا كاروب، وإجابتك صحيحة وجائزتك مقدمة من تدوير. مبروك يا سيف، تستاهل، شجعوا، يستاهل صفقة، يستاهل. يعطيك العافية سيف. ولو ما عليك أمر يا علي تسحب لنا ظرف من الظروف الموجودة. نحن نبغى نترك الفرصة اللي ما شاركه ويانا. تعال حياك الله. حياك، أشكرك. سؤالك رقم 61،
متعرف باسم الكريم؟ عثمان عبد الله. عثمان عبد الله، من وين يا عثمان؟ من عمان. من عمان، والنعم فيكم في أهل عمان، ويا مرحبا فيكم، منورين صراحة. شو رأيك في المهرجان؟ المهرجان الحمد لله زين، لا بأس فيه. جيد ها؟ جيد جدا. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو الشيء اللي لفت انتباهك في المهرجان؟ الأشياء التراثية. سؤالك يقول: أهلنا في الإمارات يستعدون في موسم الرطب لجمع الليف ولا السح ولا البذور؟ السح. هلنا في الإمارات يستعدون في موسم الرطب لجمع الليف ولا السح ولا البذور؟ عندك 30 ثانية وشو تقول؟ الليف ولا السح ولا البذور؟ السح طبعا. ما بالبذور؟ لا. مش البذور ها؟ بعد رطب السح. مش البذور؟ لا. البذور يا جماعة ولا السح؟ يجمعون السح ولا البذور؟ السح؟ متأكدين؟ السح ها؟ زين، إذن إجابتك صحيحة وفعلاً هو السح، وهو التمر الذي لم ينضج، أي السح الذي لم ينضج بماء ولم يجمع في وعاء، والسح عموماً هو التمر المنثور الذي لم يجمع بعد. جائزتك مقدمة من لجنة إدارة المهرجان والبرامج الثقافية عبارة عن آيباد وتستاهل، يعطيك العافية. مستمرين مشاهدينا ونتعرف على المتسابق الموجود ويانا. يوسف البادي. يوسف البادي، يوسف تسحب ظرف من الظروف الموجودة قدامك. يوسف، يا يوسف من وين؟ من عمان يوسف. من الظاهرة. من الظاهرة، والنعم فيك وهل الظاهرة. يا حي. رقم سؤالك 58. مع منو جاي المهرجان يا يوسف؟ والله أنا أشتغل هنا. تشتغل هني؟ نعم. وين؟ في شركة الفوعة. في شركة الفوعة. يعطيك العافية. الله يعافيك. إذا سؤالك يقول: تعرف المصطلح؟ تعرف المصطلح؟ شو هو المصطلح؟ أداة لقط التمر، يعني قطع صغيرة أو نوع من أنواع التمر، ولا مكان مسطح لاستخلاص الدبس أو عسل التمر؟ مكان مسطح. متأكد؟ عندك 30 ثانية. ونشوف الجمهور، الجمهور شو تقولون؟ المصطاح أداة لقطع التمر، قطع صغيرة ولا نوع من أنواع التمر، ولا أن مكان مسطح لاستخلاص الدبس أو عسل التمر؟ ثلاثة هني يقولوا لك وهني يقولوا لك اثنين، وأنت شو تقول؟ ثانية. اثنين ولا ثلاثة؟ يوسف. الثانية ولا الثالثة؟ ثالثة. الثالثة. أيوة. متأكد؟ أيوة. ثبت؟ مرة. إذن مبروك، ألف مقدم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية. شكرا لك يا يوسف. أحسنت. شكرا لحضورك، يعطيك العافية. الله يعافيك. قبل أن نروح للجمهور، نشوف علي لو ما عليك أمر تسحب لنا ظرف من الظروف الموجودة، ونشوف شو سؤال الجمهور ومنو بيشارك. فالك بطيب، تعال حياك. نتعرف الاسم الكريم. يحيى عبد الله طه. يحيى عبد الله طه، من وين يا يحيى؟ من ابو ظبي. من ابو ظبي، والنعم فيك يا يحيى. نعم حالك. شو رايك في المهرجان؟ والله الحمد لله مهرجان اوكي. مهرجان طيب ها؟ نعم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف الحدائق المعلقه ولا ما تعرفها؟ لا الصراحه ما اعرف. ما تعرفها، اول مره تسمع فيها. اي نعم. وان شاء الله بتستفيد من هذه المعلومه. اين المعلومه؟ اين تقع الحدائق المعلقه في دوله الامارات؟ دبي ولا مدينة العين ولا الشارجة؟ دبي ولا مدينة العين ولا الشارجة؟ وعندك 30 ثانية. شو تقولون؟ أين تقع الحدائق المعلقة في دولة الإمارات؟ دبي ولا مدينة العين ولا الشارجة؟ في العين. شو تقول؟ في العين. في العين؟ نعم. متأكد؟ أكيد. يعني ما في، يعني هب في الشارجة؟ لا. يعطيك العافية، وجائزتك مقدمة من الشرطة، شرطة أبو ظبي، وخصيصا قسم دوريات الطرق الرئيسية في المنطقة الغربية. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. الله يعافيك. يستاهل صفقة، يستاهل. شكرا. يلا يا علي اختار لنا ظرف وأنا بختار من الجمهور الموجود ويانا. نروح شوي عند الحريم لأن ما ظهرنا حد. زين، اللي ورا هناك اللي عدالك لو ما عليك امر.
انت اللي جالسه هني. هي نعم حياك. سؤالك رقم 55. سؤالك رقم 55 بتعطيها المايك وتعرف بالاسم الكريم. مريم. مريم والنعم فيك يا مريم. مريم ما شاء الله دائما متواجده في المهرجان. عندكم هني مشاركين في المهرجان ولا جايين بس زوار المهرجان؟ زوار. شو رايك في المهرجان؟ جميل والله، طيب يعني. يعطيك العافيه يا مريم. سؤالك رقم 55 يقول: من اي جزء في التمر تم مؤخرا صنع القهوه وهو استناد الى ما كان يفعله الاجداد قديما؟ من اي جزء في التمر تم مؤخرا صنع القهوه وهو استناد الى ما كان يفعله الاجداد قديما؟ تعرفين من وين؟ من الثمره ولا من النوى؟ ها، من الثمره ولا النوى؟ كانوا يسوونه قبل. يمكن من النوى. من النوى؟ يعني ما اخذتي اجابتهم؟ لا، اوكي، من النوى. النوى متاكده؟ ما بقى عندك وقت، خلص الوقت. وفعلا اجابتك الصحيحه هي النوى، وجائزتك مقدمه من لجنه اداره المهرجانات والبرامج الثقافيه عباره عن ايباد. تستاهلين، تستاهلين يا مريم، مشكوره. من الناس اللي ما شاركوا حياك الله، تفضلوا ويانا. رقم سؤالك 82، ونتعرف بالاسم الكريم. اسماعيل محمد. اسماعيل محمد، ونعم فيك يا اسماعيل. اسماعيل، اول مره في المهرجان؟ اول مره. نعم، اول مره في المهرجان. نعم. كيف شفت المهرجان؟ والله اوكي، شيء جيد. جاي بروحك يا اسماعيل ولا حد وياك؟ لا، الاهل وياي. الاهل وياك. نعم. نوجه لهم تحيه ونروح للسؤال. بيت الشعر يقول: ناكل اخيار الرطب جارين بطرافه، فماذا تعني كلمه جارين؟ مرحله من مراحل الرطب، حيث الاولى خلال ثم بسر ثم جارين، وهي التي يكون نصفها العلوي بسر والسفلي رطبا، ام او اخر مرحله في الرطب، ولا نوع من انواع الرطب الحلو جدا؟ وعندك 30 ثانيه. بيت الشعر يقول: ناكل اخيار الرطب جارين بطرافه، فماذا تعني كلمه جارين؟ مرحله من مراحل الرطب، ولا اخر مرحله في الرطب، ولا نوع من انواع الرطب الحلو؟ اول مرحله من الرطب. مرحله من مراحل الرطب؟ اي نعم. متاكد؟ متاكد. اكيد اكيد. عندك 8 ثواني. مخمخه، ها، مرحله من مراحل الرطب ولا اخر مرحله في الرطب؟ لا لا، مرحله من مراحل الرطب. مرحله من مراحل الرطب، متاكد؟ يعطيك العافيه. وهذا كوبون مقدم من شركه ابو ظبي للتوزيع، عباره عن كوبون ب 1000 درهم مشتريات. يعطيك العافيه، شكرا لك، يستاهل، ويستاهل صفقه. خلونا وياكم ناخذ فاصل بسيط وبعدين نرجع مره ثانيه. مرحبا الساعة مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتم، مستمرين معاكم في آخر حلقة من حلقات واحد ليوة، مسابقة واحد ليوة. نفس ما تعرفون احنا عندنا جوائز ما شاء الله كثيرة، وإن شاء الله هاي الجوائز بتروح للجمهور، وما بقى عندنا إلا متسابق أخير. ولكن قبل ما نروح لك، خلنا نروح للجمهور وإن شاء الله برد لك ونختار أحد من الجمهور. علي، يسحب لنا سؤال لو ما عليك أمر. منو بيشارك ويانا؟ حياك الله، تفضل. حياك. وسؤالك رقم 65، واعطى المايك يا علي وخلنا نتعرف على اسمه. الاسم الكريم احمد محمد. احمد محمد، والنعم فيك يا احمد. ربي ينعم حالك. احمد، سؤالك يقول: تعرف الحشف؟ ها؟ الحشف. ايه. الحشف تعرفه؟ ايه اعرفه. تعرفه؟ إيه. اعطيك خيارات ولا ما اعطيك؟ القشار مسح. عندك 30 ثانية وشو هو يقول؟ شو الخيارات؟ خلي شو؟ ما يعني ما يبس من الرطب، ولا نوع من أشجار النخيل، ولا مرض يصيب النخلة؟ اللي يبس من الرطب
ولا نوع من أشجار النخيل ولا مرض يصيب النخلة؟ شو؟ ما يبس من الرطب. اللي يبس من الرطب؟ إيه. ما غششك؟ لا؟ لا. يعطيك العافية. هو غير صالح للأكل، وفي اللغة الحشف من التمر ما لم ينمو، فإذا يبس صلب وفسد، لا طعم له ولا لحاء ولا حلاوة. وفعلا إجابتك هي ما يبس من الرطب، وهذه هي الإجابة الصحيحة. وجائزتك مقدمة من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عبارة عن آيباد، وتستاهل يا أحمد. بعد سؤال للجمهور. وين؟ حياك، تعال. نتعرف بالاسم الكريم. عبد الرحمن حمادي. والنعم فيك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، سؤالك رقم 73. سؤالك رقم 73، من وين جاي؟ من وين جاي؟ من المرفا. من المرفا. اي نعم. والنعم فيك وهالمرفا. نعم حالك. اول مره تشارك؟ اي والله اول مره اشارك. ماذا تسمى الهدايا التي يقدمها المزارعون، يعني المزارعون من سكان البراحات للزوار، وتكون عباره عن اكياس مصنوعه من السعف يوضع فيها التمر والليمون المجفف والهمبا؟ شو الهدايا التي يقدمها المزارعون من سكان البراحات للزوار، وتكون عبارة عن أكياس مصنوعة من السعف يوضع فيها التمر والليمون المجفف والهمبا؟ الحفاية ولا الشفية ولا الصوغة؟ وعندك 30 ثانية. الصوغة. الحفاية ولا الشفية ولا الصوغة؟ الصوغة. الصوغة. أنا من عندي غير رأيك. يلا الجواب الثاني شو؟ الحفاية ولا الشفية ولا الصوغة؟ الشفية. شفية؟ نعم. متأكد؟ متأكد. أكيد؟ أكيد. إذن إجابتك صحيح، وفعلا وجمعها شفاية. جائزتك ما شاء الله مقدمة من قسم دوريات الطرق الرئيسية في المنطقة الغربية في شرطة أبوظبي. تستاهل، يعطيك العافية. شكرا. صفقولة المتسابق الأخير اللي تام معانا لين آخر الحلقة، ما شاء الله عليه، يستاهل. اختارنا ظرف من الظروف الموجودة قدامك. سيف يا سيف، وشو يقول سؤالك يا سيف؟ رقم سؤالك 92. شو رأيك في المهرجان وكيف شفت المهرجان يا سيف؟ والله المهرجان حلو، يعني في فترة الصيف تحصل لك مهرجان، يعني الواحد يقضي وقته فيه، وكل سنة يعني المهرجان يكون أحلى عن السنة اللي قبلها. حلو، يعطيك العافية يا سيف. سيف، سؤالك من نفس مكانك، يعني سؤالك في المهرجان نفسه. زين، اذكر ثلاث من فعاليات أو مسابقات مهرجان لي ولا الرطب. فعاليات ثلاث اذكر لي اياهن من المهرجان، مسابقات صارت أو فعاليات في مهرجان لي ولا الرطب. شو المسابقات؟ ثلاث اذكر لي. مسابقات الليمون والمانجو أو المزارع. اعتبرها صحيحة، مسابقة سلة الفواكه الدار. سلة الفواكه ومسابقة الرطب، طبعا المسابقة الرئيسية. مزاينة الرطب فعلا. والمسابقة اللي نحن فيها واحد ليوة. يعطيك العافية. الله يعافيك. فعلا اعتبرها مسابقة فعلا موجودة في المهرجان ولأول مرة طبعا، ولكن في مسابقة طبعا مزاينة الرطب وأطول نخلة وسلة فواكه الدار والمزرعة النموذجية والتصوير الفوتوغرافي وغيرها الكثير ما شاء الله. 1000 درهم مقدم من فيرتل، أحدى شركات مجموعة أدنوك، وتستاهل يا سيف. تسلم. يستاهل صفقة سيف، يستاهل. حياك الله، تفضل ويانا. رقم سؤالك 79. الاسم الكريم. عبد الرحمن عبد الله. والنعم فيك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن من وين؟ من المرفا. من المرفا. نعم. يا مرحبا فيك. الله يحييك. الله يسلمك. أول مرة تزور المهرجان؟ أول مرة. نعم. أول مرة تزور المهرجان. إنزين، خلنا نروح للسؤال. وسؤالك يقول ماذا يسمى الخلال المتساقط اللين؟ الخلال اللي يطيح ولين، شو يسمونه؟ داموج ولا بسر ولا خلاله؟ من يطيح الخلال ويستوي لين، شو يسمونه؟ اختيارات مرة. داموج ولا بسر ولا خلاله؟ وعندك 30 ثانية، توكل. خلاله. في حد هني ما شاء الله إجابته صحيحة. بس
داموت ولا بسر ولا خلاله؟ داموس. داموس. داموت؟ نعم. متأكد؟ نعم. أكيد؟ أكيد أكيد. كان الأطفال في الماضي طبعاً يعمدون إلى إسقاط الخلال. نعم. ودفنه ليصبح شو؟ داموتاً. نعم. فهو لذيذ الطعم ويصلح لكي يكون عقوداً تعلق في رقاب الفتيات. جائزتك مقدمة من الشرطة أبوظبي وتحديداً قسم دوريات الطرق الرئيسية في المنطقة الغربية. يعطيك العافية. رقم السؤال 62. رقم السؤال 62 نختار أنت. هي نعم. هي نعم. حياك حياك الله. خذوا مكانك. مرحبا الساعة. عطى المايك. الاسم الكريم. سعاد حمد. ونعم فيك يا سعاد. سعاد سؤالك رقم 62 يقول: كان المزارعون سابقا يتركون مسافة 5 أمتار فقط بين كل نخلة وأخرى، ما المسافة التي آمر بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه ويغمد روحه الجنة؟ كم؟ 3 أمتار ولا 10 أمتار ولا 20 متر بين النخلة والنخلة؟ 3 أمتار. متأكدة؟ متأكدة. أكيد؟ أكيد. هم كانوا يتركون قبل 5 أمتار، يعني كانوا قبل 5 أمتار، بس آمر الشيخ زايد الله يرحمه 3 أمتار ولا 10 أمتار ولا 20 متر؟ 3 أمتار. 3 أمتار؟ 3 أمتار. متأكدة؟ متأكدة. زين ليش آمر بثلاث أمتار؟ ما تعرفين ليش؟ لا ما أعرف والله صدق. عشان؟ أيوة. 10 أمتار. 10؟ 10. 10 أمتار. متأكدة؟ متأكدة. فعلا هي 10 أمتار. لم يدرك المزارعين حينها الحكمة من ذلك، لكنهم بعد 10 أعوام لمسوا الفرق بعد أن بدأت المزارع يعني تؤتي ثمارها بشكل أفضل. مبروك وجائزتك مقدمة من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. يعطيك العافية. ونرجع مرة ثانية للجمهور. سؤالنا الأخير وجائزتنا الأخيرة عبارة عن آيباد، عبارة عن آيباد مقدم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. سؤال رقم 93. عاد هذا آخر سؤال. زين بنختار أحد الأشخاص ما شاء الله اللي كانوا متواجدين هنا بشكل يومي ودائما أيضا يتابعون المسابقة ويتابعون المهرجان دائم. حياك الله، تفضل ويانا. السلام ورحمة الله. عطى المايك يا علي. الاسم الكريم. بوسهيل محمد طارق العبودي. والنعم فيك. سؤالك رقم 93 يقول: بسم الله. وإذا ما جاوبت بعد هذا كله زين. سؤالك 93 إن شاء الله يقول: نحن في الإمارات نقول أم السعف والليف، سمعت فيها ولا ما سمعت فيها؟ اسمع. سمعت. فما هي أم السعف والليف؟ شو هي؟ النخلة. النخلة؟ أم السعف والليف. يس. أم السعف والليف. هي. يعني مش عنوان من كتاب؟ لا النخلة. النخلة. ولا اسم منطقة؟ لا النخلة. ولا اسم منطقة. ولا حكاية شعبية؟ لا النخلة. ولا حكاية شعبية؟ النخلة. زي أنا ما عندي خيار النخلة، عندي ثلاث خيارات موجودة. تفضل. طيب. عنوان كتاب ولا اسم منطقة ولا حكاية شعبية؟ أم السعف والليف. شو هي؟ حكاية شعبية. حكاية شعبية؟ كم مرة؟ وجاوبني بصراحة، كم مرة دزيت مسج وشاركت في سؤال مشاهدين؟ والله ولا مرة. ها؟ ولا مرة. ولا مرة. بس كل يوم مشارك. بس كل يوم تيجي. موجود هنا. وغيرك أخوك حد هني من إخوانك؟ لا العائلة. العائلة. العائلة موجودين. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. فعلاً أم السعف والليف في هاي عبارة عن حكاية شعبية. مبروك عليك الآيباد مقدم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية. فعلاً استأنسنا وياكم. جزاك الله خير. ويعطيكم ألف 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 عافية. يعطي العافية. شكراً للجمهور اللي كان ويانا وبشكل دائم خلال 10 أيام اللي فعلاً استأنسنا فيها، وشكراً لك يا علي على انضمامك ويانا في مسابقة واحد ليوة. وياكم نختم آخر حلقات مهرجان ليوة أو مسابقة واحد ليوة. وصلنا إلى نهاية حلقتنا في مسابقة واحد ليوة وفي مهرجان ليوة للرطب 2015. نتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا منها ومن فعاليات المهرجان الهامة. مبروك لجميع الفائزين.
سواء في مسابقات المهرجان الرئيسية وفي جميع المسابقات الأخرى اللي تابعتوها ويانا على قناة بينونة الشريك الإعلامي للمهرجان. شكراً لجميع الجهات الداعمة، ونخص بالشكر طبعاً لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وشركة فيرتل أحدى شركات مجموعة أدنوك، وشرطة أبوظبي قسم دوريات الطرق الرئيسية في المنطقة الغربية، وما ننسى أيضاً مركز تدوير وشركة أبوظبي للتوزيع. نودع المهرجان اليوم على أمل لقاء بكم في مهرجانات واحتفالات أخرى إن شاء الله، وأيضاً من عندي أنا أشكر طاقم العمل كامل، شكراً لكم، وإن شاء الله يتجدد لقانا مرة ثانية في مهرجانات أخرى. شكراً.